هلا وغلا، عام مضى ما بقى شيء الا سويعات بسيطه، وراح ندخل على سنه 2020. الحين راح اتكلم معاكم عن توب 5 لافضل 5 افلام اماراتيه لهذا العام 2019. الأفلام الإماراتية التي عرضت لهذا العام أفلام عديدة وكثيرة، وأعتقد وصلت لأكثر من 10 أفلام، وأنا اخترت 5 أفلام جيدة نوعا ما، منها مقبول ومنها الجيد والأفضل لهذه السنة. فيلم العم ناجي اللي هو من إخراج وتأليف المخرج أحمد زين. ليش أنا اخترت هذا الفيلم في المرتبة الخامسة؟ لأن هذا الفيلم فيلم كوميديته بسيطة جدا، وتعتمد على بساطة اللهجة الإماراتية المحلية، وكذلك على بساطة الأداء الذي كان موجود من الممثلين بطريقة جدا عفوية، اللي هم أكثرهم من السوشيال ميديا. فهذا أول عمل أعتقد هو أفضل عمل يعتمد على فنانين السوشيال ميديا أنهم يمثلون في هذا الفيلم، وهو فيلم أنا أشوفه يستحق أن يكون في المرتبة الخامسة. يعني أبي حليب أرفعهم يعني، يا ناجي اتكلم معك جد. هاي حد هنا؟ مثل رساله من عند احمد. ما يحتاج مقص، الخنجر موجود عندي. في المرتبه الرابعه عندنا فيلم خلك شنب. طبعا فيلم خلك شنب ايضا هو واحده من الافلام الكوميديه التي نزلت لهذا العام من اخراج هاني الشيباني. الفيلم هذا ايضا يعتمد على فنانين السوشيال ميديا، لكن طريقة الاخراج والتنفيذ في هذا العمل مختلفة، ونوعا ما نقدر نقول عليها جديدة في الساحة الفنية الاماراتية السينمائية بشكل خاص. ليش؟ نحن اكثر افلام الاماراتية نشوفها فيها مشكلة في السيناريو، لكن هذا العمل نوعا ما كان منضبط في بعض في مراحل كثيره في السيناريو، وكذلك اداء الممثلين كان جدا راقي، وانا انوه على الفنان عمار اللي ادى دور جميل جدا في هذا الفيلم، وكذلك الفنانين الاخرين معاه، وكذلك الموسيقى التصويريه في هذا العمل موسيقى تصويريه جيده جدا. كيفيت هذي؟ يعرف يغني. في المرتبة الثالثة صحيح راشد ورجب، ايضا فيلم كوميدي من انتاج ايميجينيشن ومن اخراج محمد سعيد حارب. الفيلم يعتمد اعتماد كلي على شخصيتين رئيسيتين في هذا العمل، شخص مصري وشخص اماراتي. هذا لا يتحولون، يعني يتبادلون، واحد يصير المصري يصير اماراتي، والاماراتي يستوي مصري. فهذه المفارقه اللي نحن قلما نشاهدها في الافلام المحليه شفناها في هذا الفيلم، وعملت بشكل جيد جدا، وانتاج كان واضح، انتاج سخي من ايميجينيشن، وهو انا اشوفه فيلم يستحق يعني نقول عليه واحده من الافلام الجيده جدا في الكوميديا التي نزلت هذا العام والعوام الماضيه اذا قارناها مع افلام كوميديا اخرى. تابي اكسيدنت احنا اتعكسنا. اوبا لازم نعلم بعض نكون بعض. هلا حبيبي احنا فيها. في المرتبة الثانية دخلنا في الجد، ولادة. فيلم ولادة هو من إخراج عبد الله حسن أحمد. هذا الفيلم أيضا من تأليف يوسف إبراهيم. فيلم واقعي وفيلم نوعا ما نقول عليه فيلم فني، بعيد كل البعد عن الأفلام الخفيفة والأفلام الكوميدية، وهذه قليل نشوفها في السينما الإماراتية التجارية. نشوف هذا الفيلم نقطع عليه تذكرة ومشاهدة في السينما. فيلم يتكلم عن قضية اجتماعية وقضية إنسانية، وتختلط فيها القصص مع بعضها البعض، 3 قصص في هذا العمل، وتشوف أنت فيها تشابتر 1 وتشابتر 2 وتشابتر 3. عادة ما نشوف هالفصول في الأفلام الإماراتية، فشفناها في هذا الفيلم، لذلك أنا هذا الفيلم أشوفه يستحق أنه يكون في المرتبة الثانية. ولادة.
الله ياخذ والله يعني. أنا خاطري في ولد بعد. سحب عمرك. شو شو سويت؟ متى بتخلص الحرب؟ والآن مع المرتبة الأولى فيلم مسك. مسك رائحة جميلة جدا، وهذه الرائحة أنا شميتها في هذا العمل لعدة أسباب. أولها القصة إنسانية وبسيطة جدا، تتكلم عن قضية اجتماعية، طلاق والولد الصغير اللي هو طفل يعني نقدر نقول عليه وين راح يعيش وكيف راح يعيش. هذه القصص نحن سمعناها وقريناها وشفناها يمكن في الدراما المحلية كثيرا، لكن طريقة المعالجة هني مختلفة وسينمائية. قد أشبهها نوعا ما بفيلم الإيراني الانفصال في بعض المراحل. الفيلم يعتمد اعتماد جيد جدا على الموسيقى التصويرية اللي موجودة فيه. عميد السويدي اللي نحن ما نشوفه صراحة ولا نعرف كيف شكله، عمل هذا الفيلم بأسلوب جيد جدا، وأعتقد المخرج الحالم يقدر يصنع هذه النوعية من الأفلام. صورة تصوير، صورة بصرية جميلة، وأداء الممثلين في هذا العمل جدا جيد. نوه على الفنان محمد أحمد، دور رائع جدا في هذا العمل أداء، والفنان القدير طاعن جمعة كان جدا جيد في هذا الفيلم، وسهيل جنيبي كان أيضا في دور الطفل جدا رائع. لازم تشوفون هذا الفيلم إذا حصلتوه على الستريمينج. رقم واحد مسك. ولدي سعادتك وايد متعلق في يده، اللي هو من طرف أبوه، هو من أحسن الأشخاص اللي ممكن واحد يقابلهم. شم أنت وايد جاف وياه، ولد في هالعمر مو بلازم يحصل شوية حنان؟ عبد الرحمن شكرا جزيلا على المشاهدة، وإن شاء الله راح ألاقيكم بعد شوية مع التوب 5 للأفلام المصرية. انتظروني.